بمشاركة أكثر من 30 طبيب وطبيبة وتحت إشراف المركز الوطني للأورام ببنغازي ورعاية الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات، انطلقت بالمركز الوطني صباح اليوم الخميس الامتحانات النهائية للحصول على الدبلومة الأولى في علاج الأورام، حيث يعتبر هذا الامتحان هو الأول من نوعه في ليبيا. الزميل علي رمضان والمصور محمد الشيخي حضروا جانب من هذا الامتحان نشاهده في التقرير التالي. أهلا بك إعلاء وبكل المشاهدين. اليوم من داخل المركز الوطني للأورام حيث الامتحان النهائي للحصول على الدبلومة في مجال الأورام. طبعا لتفاصيل أكثر حول هذا الامتحان ومدة الدراسة اللي كانت لهذه الدبلومة حنتابع معكم هذا التقرير صحبة المصور محمد الشيخي، فخليكم في المتابعة. دكتور، في البداية ريت تحكي لنا عن الامتحان والعدد المشاركين فيه وكم لهم سنة يا دكتور؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أولا شاكر قناة الحدث على تواجدها بشكل مستمر في كل الأحداث التي تحدث في بنغازي وعلى مستوى ليبيا. الجانب الآخر باسمي وباسم الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات أهني هؤلاء الطلبة الذين استجدوا واجتهدوا للوصول لهذه المرحلة. نحن الآن اليوم بعون الله وصلنا إلى امتحان نهائي لطلبة الأورام في الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات. هؤلاء الطلبة هم عددهم 30، سوف يكون مستقبلا من سرت حتى طبرق. هؤلاء الأطباء من كل مناطق ليبيا ابتداء من منطقة سرت إلى منطقة طبرق، هؤلاء حيكونوا هم الكادر الطبي المهم اللي سوف يكون على مستوى ليبيا ينفذ البرامج الطبية من الجانب المهني. هذه الدبلومة هي أول دبلومة على مستوى ليبيا بخصوص تخصص الأورام، عددهم 30، لمدة سنة كاملة دراسية مقسم إلى 3 فصول دراسية. الآن وصلنا للامتحان النهائي بأمانة وكل شفية. الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات أقامت بجهد كبير عن طريق اختيار الجيد للمدربين والأطباء والمختصين في هذا العلم حتى نتمكن من إعطاء كل المهارات المهنية والفنية والطبية لهؤلاء الأطباء حتى يكونوا فعلا رافد ورافد حقيقي لتخصص الأورام في بنغازي. ولا ننسى أن نشكر المركز بنغازي للأورام اللي قدم كل المساعدات ورشح هؤلاء الأطباء حتى يزيد من رقعة الكشف والتشخيص على الأورام في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نجني ثمار أول دبلومة في علاج الأورام على مستوى ليبيا. الدبلومة التي تبنتها مشكورة أكاديمية العربية الأفريقية للدراسات العليا. اليوم حنجني ثمارها بالامتحان النهائي، حيكون اليوم امتحان التحريري والسبت والأحد حيكون امتحان العملي داخل مركز الأورام. هذه الدبلومة اللي أشرف عليها مركز الوطني للأورام بنغازي تحت رعاية من الأكاديمية العربية الأفريقية. بهذه الدبلومة نحن نقطف ثمار كثيرة، من ضمنها أن نحن باعتبار عندنا مجموعة من الأقسام التي أنشئت جديدة في مستشفيات من طبرق البيضة المرج في جدابية وفي سرت وفي سبها. اليوم مجموعة من الممتحنين هم عبارة عن أطباء في هذه الأقسام. بهذه الطريقة نستطيع بعد هذه المحاضرات وجهد المبذول من الأساتذة نستطيع أن نعتمد على هذين الأطباء الجدد في إعادة تقييم ومتابعة حالة الأورام، بدل المريض يجيني من طبرق ولا يجيني من مرج ولا من البيض عشان يوريني صورة أو تحليل. لا، الآن فيه دكتور يحمل الدبلومة في مجال الأورام يقدر يتابعه ويعالجه ويرجع لنا نحن باعتبار مركز وطني الأورام هو المرجعية العلمية لهذه الأقسام المختلفة. بطريقة هذه نحن خففنا العبء. كذلك الأطباء اللي هم من بنغازي كانت عبارة عن إعادة
تفتيح مواضيع، إعادة تركيز للأطباء القدم. بهذه الدبلومة يكون الآن استفادوا من مجموعة محاضرات أكثر من حوالي 38 محاضرة جانب العملي، بذلك نحسن الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام سواء في بنغازي أو في طبرق أو في بيضة أو في درنة أو في جدابية أو في المارج أو في سرت أو في سبحة. يعني مشكورين جدا جدا الأخوة القائمين على هذه الأكاديمية، الأخوة الأساتذة اللي يعطوا المحاضرات، كذلك الأكاديمية الأفريقية العربية اللي على مجهودها. يعني هذه أول مرة وأول امتحان في هذه الدبلومة على مستوى ليبيا في هذه التخصص إنشاء في أكاديمية تحت رعاية المركز الوطني للأورام بنغازي. بك ألا وكل المشاهدين تابعنا جانب من هذا الامتحان. طبعا الامتحان حيكون على جزئين نظري وعملي، اليوم إن شاء الله حيكون الجزء النظري وإن شاء الله بعد يومين حيكون الجانب العملي داخل المركز الوطني للأورام. وكيف ما قلنا يعني في البداية هو تحت رعاية الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات. بالعودة إليك ألا وتكملت باقي فقرات برنامج أخبار البلد. أشكرك جزيل الشكر زميلي علي، وإلى موضوعنا الرئيسي.